السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبنا؟ يا رب تكونون بخير. اليوم راح نسوي شربات التمر هند، وإلى فوائد كثيرة نستخدمه بأيام رمضان والأيام العادية، إن شاء الله يعجبكم. المقادير: راح استخدم لترين ونص من المي، وباكيت تمر هند 500 غرام، وقدحين من السكر. ننتقل إلى العمل. نقطع التمر هند إلى عدة قطع حتى يسهل علينا الشغل من نستخدمه. راح أضيف التمر هند المقطع على ماء مغلي لتر ونص، وأغطيه وأتركه 3 ساعات. بعد 3 ساعات راح أجانس التمر هند ويا المي، تكون بهاي الطريقة. مثل ما قلنا، التمر هند له فوائد عديدة، يحمينا من الجفاف ويزيد الطاقة بالجسم ويحسن عملية الهضم ويقوي القلب. بعد ما مزجنا التمر هند ويا المي، وراها راح نصفيه بالمصفي، يكون المصفي ناعم، ونصفيه أكثر من مرة حتى نحصل على شربة التمر هند. راح أضيف لتر مي بارد، والتمر هند يقوي مناعة الجسم ويخلصنا من انتفاخات البطن. بعد ما صفينا لتر ونص من المي مع التمر هند، راح نعصره بهاي الطريقة، وتكون هاي آخر مرحلة حتى نحصل على شربة التمر هند. راح أضيف قدحين من السكر وأمزجه مع التمر هند. السكر اختياري، تريد تقللين زيدين براحتك. وبهاي الطريقة حصلنا على كمية من التمر هند، تستخدمين من عنده، والبقية تعبيه بأكياس أو تخليه بقوالب. وانتهت شربتنا، شربة التمر هند، وألف عافية.